طيب استاذ فؤاد، يعني في الخاطر حاجات كثيره بالنسبه للشروق، يعني شروق في شكلها السابق، وشبكه الشروق الان هي زاهيه بالتنوع اللي انت تحدثت عنه بالنسبه للمشاهد الكريم. في الخاطر شنو واحد من البرامج اللي ممكن نقف عندها؟ يعني في الخاطر الزبير سعيد. زبير سعيد واحد من الاضافات الحقيقيه اللي هي لا يمكن تجاوزه، اللي هي الاضافات الحقيقيه اللي انضمت لشبكه راديو وتلفزيون الشروق، وحضوره برضو عبر الشاشة من خلال برنامج في الخاطر كمنتج للبرنامج. والبرنامج هو ريد جميل، يا سلام، لمبدعين ورموز مجتمعية ورموز إعلامية قدمت للوطن الكثير جدا، وأسست لحضور ناس كتار جدا نحن من ضمنهم الآن القاعدين والناس بيشاهدوا فينا. فبالتالي كان لابد من ريد جميل لهم ده في الوصول إليهم، تفقد أحوالهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واستنطاقهم لتجربتهم التاريخية كلها الأساسية لها في شتى المجالات. عشان كده رد الجميل حقيقة صعب، لكن احنا هنخلي المشاهد انه يشوف رد الجميل الآن ويدينا رأيه، وبعدين في انه منو من الإضافات برضو نحن بنحب رأي المشاهد فيه، يورينا حتى إضافات فلان ممكن تمشي له، فلان ممكن يستحق انه يرد له الجميل. صحيح. نتابع. على اتصال دائم، وهذه المسألة طبعا لها تأثير كبير جدا على شخص تعود أن يكون مع الناس في الشارع وأن يكون معهم. ما في ابتسامة؟ الجروش الدائرة منك؟ ما دائرة اسمك؟ في فقال انه خيبة يكون من جديد. فبعد ذاك كان في مخرج يعني الثقافة، وانا برضه في مصر الإذاعة مشكلة كبيرة السنة. جينا بعد 8 مدروس، انا اتذكر تماما انا حاضن الراديو وطالع في السطوح فوق، انا قاعد مع البطوة اللي زين فوق منتظر السطوح هاي شاهدي راديو وبسمع المذيع عمر عثمان الله يرحمه، والله اتذكر.